حضرتي جيتي لعندي لتصليح الوجه وشد كامل العنق والحنك والخدود، وعندك فعلا كامل المعلومات عن العملية وعن الجرح، وهيدا موسع، وانت بايديك شديتي وجهك، طلبت مني كيف بتحب يكون ورفع العيون. لهيك وحسب الأصول الطبية المعتمدة وحالتها اشتغلت بضمير، وما كان بينعمل أحلى من هيك الشغل، وهي على علم بهيدا. وللعلم برجع بكرر، أنا لم ألمس الجفن العلوي ولا العظم اللي فوق العين. تاني يوم بعد العملية خرجت من المستشفى. عمليات الفيديو على الانستجرام موجود دلوقتي، كنت فيا كرمشة قد كده. طيب انا كنت مكرمشة، انا كنت عجوزة، انا كنت وحشة، هو حضرتك الواحد بيروح لدكتور تجميل ليه؟ الواحد حضرتك بيروح لدكتور تجميل ليه لو هو كويس وتمام؟ ايه ايه ايه, إيه عندي دهن وعندي كرمشة بسيطة قوي وزي القمر، بدر منور، يعني كنت بدر منور.